في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أو أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. أحاج إذا كانت مرفوعة فتكون صفة لكلمة المرفوعة، وإن كانت مفتوحة أحاج فتكون مجزومة لأنها واقعة في جواب الأمر.